شخصية قد المقام. محرك البحث جوجل لو دخلت عليه امبارح علشان يعني تعمل سيرش على اي حاجة كنت هتلاقي صورة كاتبة مهمة جدا بيحتفل بيها جوجل، وبعدين تكتشف انها كاتبة عربية اسمها ايتيل عدنان. جوجل كان بيحتفل بيها امبارح، وخاصة بروايتها الاشهر الست ماري روز. فانا قلت طيب احنا نعملها بقى في حكاية شخصية قد المقام. إيتيل عدنان اتولدت سنة 25 في بيروت لبنان، وتوفت 2021 في باريس. لكن مين هي بقى إيتيل عدنان دي؟ هي صنفت كواحدة من الكاتبات العربيات الأمريكيات في عصرها. عملت رسالة مهمة من الأدب، أدب الحكي كمان، وشاركت في بعض المعارض الفنية المختلفة، وأصدرت إيتيل عدنان مجموعة كبيرة جدا يا جماعة من الأعمال الأدبية ما بين القصائد الشعرية والروايات والكتب، من بينهم الرواية الأشهر ليها اللي هي الست ماري روز، واللي حصلت بيها جائزة أميتي الفرنسية العربية من فرنسا سنة 77. وبالمناسبة الست ماري روز أو هذه الرواية ترجمت من العربية إلى كافة لغات العالم. وبالمناسبة اللي حابب يذاكر الحرب أو ملف الحرب الأهلية في لبنان يقرأ الرواية دي. دي كانت معلومة بسيطة جدا عن الكاتبة إيتيل عدنان، الكاتبة العربية الأمريكية واللي احتفل بيها محرك البحث جوجل امبارح. نرجع مكملين، وهل الغياب يا جماعة زي ما